التحكيم المصري كان دائما من احسن الحكام، كان عندهم احسن الحكام على مستوى القاره. نظن الحكام المصري التحكيم المصري عنده تاريخ على المستوى الدولي بمشاركات كاس العالم او كاس امم افريقيا في النهائيات كذلك. اما فيما يخص التحكيم على مستوى شمال افريقيا فنقول بان من بين احسن الحكام على مستوى القاره هما تقريبا الحكام شمال افريقيا اللي دائما يكونوا رواد في التحكيم الافريقي وكذلك في المشاركات الدوليه سواء على مستوى كاس امم افريقيا او كذلك على مستوى منافسات الدوليه اللي تكون تحت اشراف الاتحاد الدولي لكره القدم. كل اتحاد عنده برنامج خاص وكل اتحاد عنده رؤيه خاصه وشامله باش كيفيه تطوير التحكيم المحلي. اول شيء بدايه من التحكيم الشباب الى الحكام الدوليين. انا اقول بان في القائمه كل دوله تقريبا او اتحاد عنده سبع حكام ساحه وسبع حكام مساعدين. انا نقول بان المستوى ما راحش يكون نفس المستوى في اي اتحاد، وكذلك ما راحش يكون السن نفسه، ولكن يجب ان نعمل على المدى القصير وعلى المدى الطويل. لماذا؟ لان يجب تكون لما يمشي حكم من القائمه لازم يكون هناك خلف، يعني الاستمراريه، ما لازمش يكون هناك خلل او الفراغ اللي راح يكون في هذا راح اذا كان هناك فراغ فراح دائما تكون الاتحاد او لجنه التحكيم على المستوى المحلي يكون عندها مشكل باش الحكام تاعها يتالقوا. ولكن اذا عملنا حسب معدل العمر دائما يكون ما بين حكم وحكم 3 سنوات الى 4 سنوات، نظن هنا راح اول شيء يكون عندنا الخلف وتكون عندنا كذلك الاستثمار في هذا الشبان باش يكونوا دائما على استمراريه ودائما يكونوا مشاركين في البطولات سواء كانوا الافريقيه او البطولات العالميه. في مصر كاين هناك حكام عندهم مستوى عالي، امثال بنا، امثال عمر، امثال كذلك رؤوف، نظنهم من الحكام المميزين. رؤوف مؤخرا معروف، مؤخرا شارك في كاس العالم لاقل من 20 سنه بالارجنتين، نظن كان عنده مستوى جيد، شارك ب3 مباريات. انا نقول بان هذا حافز كبير للتحكيم المصري. نظن محليا الشيء المهم اللي لازم يكون وهو انها تكون هناك ثقه ما بين لجنه التحكيم والحكام وبين كذلك الانديه ولجنه التحكيم وكذلك الانديه لازم تدير ثقه في الحكام المصريين، لان نظن العمود الفقري تاع البطوله المحليه هو التحكيم. نظن اذا الحكم المصري ما حكمش في مصر وتلجأ باش تجيب اطقم من خارج مصر هذا راح يأثر على نفسيا على التحكيم المصري اول شيء، ثاني شيء كذلك على صورة التحكيم المصري. فانا اقول بان من الاحسن باش يكونوا الحكام المصريين يشاركوا في المباريات ويعطوا مردود احسن ويرجعوا الثقة اللي كانت من قبل من طرف الاندية في التحكيم المصري. الحكم العربي يمتاز بعدة اشياء، اول شيء وهو الذكاء، ثاني شيء كذلك الحضور الذهني والبدني، نظن عنده اكثر اراده باش يوصل للمستوى العالي والامتياز. نظن الحكم الافريقي في بعض الاحيان ما عندهش الامكانيات اللي عند الحكم شمال افريقيا وهذا اللي يختلف، ولكن هذا ما يخليش باش هناك حكام اخرين من افريقيا يبرزوا على مستوى الدولي سواء الافريقي او على المستوى الاتحاد الدولي، واللي رانا شفناهم مؤخرا شاركوا في كاس العالم سواء كان في 2022 او كذلك في 2018. انا نقول بان تطوير الحكم ماهوش سهل، لان علاش اليوم نشوفوا في التحكيم الحديث هناك عده اشياء جديده اللي في بعض الاتحادات غير موجوده، لان من اتحاد لاتحاد هناك امكانيات وفي بعض الاتحادات لا يوجد امكانيات، ورغم ان هناك مواهب شابه ومواهب اللي عندها كفاءات باش تحكم وتوصل للمستوى العالي، ولكن في بعض الاحيان لما ما توفرش الامكانيات نظن الحكم ما يقدرش يوصل للمستوى العالي.